لا مع أسعيد، أسعيد جبور، أسعيد جبور، مزبوط؟ مزبوط، مساء يا الخير. أهلا ممثل وسهلا. ومنتج ومخرج يعني مع مين بدنا نعلق هلأ نحن؟ أنا تركت والله لوكيشن التصوير علشان أحكي معكم. تركت لوكيشن التصوير؟ حبيبنا أسعيد والله قاعدين بنصور وصار لي بستنى على الخط 9 دقائق، قلت راح أضل أستنى لما أحكي معكم. يا الله ما أحلك، شو أخبارك؟ أول شيء اشتقنا لك. الله يسعد مساكم، شو أخباركم يا حلوين؟ الله يسلمك أسعيد حبيب القلب. نحن رح نسكت أسعيد يعني ونترك الحكي لك. بعد في شغلة ما عملتها. إيه احكي لي شو هي. مؤلف. مقلد. مؤلف. انا كتبت مسلسل جدائل ابليس. انا انت كاتبه كمان. لكن هاي ما زبطت معك لي. بعد ما صرت مذيع يا استاذ. جدتي دائما تقول لي الله يطول عمره، دائما تقول لي يا ولد، اقول لها يا جده تقول لي قديمك نديمك لو جديدك اغناك. ايوه الله عيدة بليز عيدة. قديمك نديمك لو جديدك اغناك. ايوه فانا بيني وبينك استاذ ايلي استاذ دلال بفكر بالمثل وانا طفل ايش، وكانت تحكي لي الاكبر مني طب شو يعني قديمك نديمك لو جديدك اغناك. فلما طبقت العشرين 25 29 عرفت انه المعنى المثل انه احنا بنتخلى عن اللي القديم. هو العادات القديمه، بنتمسك بالحداثه اكثر. فاحنا مجبولين بالذكريات. بس ما احلى المثل، انا بحب اللغه اللي بتقول فيها، يعني مثل هيدا تعقيبا على المثل اللي حكيته، الماء له قديم ماء له جديد، يعني نعم تقريبا نعم نفس الشيء بس نعم. لغتك رائعه بصراحه. الله يعزك الله يعزك. شو كان خبرنا؟ انتو بخير احنا بخير. يسعدك يا رب أسيد. مش ان شاء الله بس أسيد قلنا هيك بعد كم مثل بهي اللغه. شو كانت خبرك ستك بعد هيك قلنا؟ جدتي يا جدتي تقول من بعض الامثال اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. يقول انا ودي اقول لك بيت شعر، شو رايك؟ يلا اي طبعا كل شيء منك خير. يقول هذا من اجمل الابيات اللي 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 سمعتها حقيقه. انت فاجاتيني بدك مثل ثاني، انا الان حقيقه حافظ النص مش حافظ الامثال. لا طب يلا بدنا شعر حلو منك يلا. لا بتعرف ليش انا بتعرف ليه طرحت انا على هالسؤال عليك أسيد؟ لأنه فعليا أو نسينا أو أصبحنا عم نتناسى كل الأقوال اللي كنا نسمعها من جدودنا من كبار السن، هل التعابير وهالكلام وهيدا يعني صرنا مفتقدين له خاصة بهالحياة هلأ اللي عم نعيشها. لهيك أنا سألتك أنه شو بعد حافظ من الأمثال أو من الأقوال اللي كانت تقولون الجدة أو اللي كان يقولون الجد. بس أسيد حافظ كل الأشياء إلى وزن وقيمة ولهلأ بعدنا بنستعملها. هذا في عم لنا الله يرحمه الله يرحمه العمر، في عنده ابنه صغير شوية دائما بيطلع عن الخط. أي. فشو يقول له دائما كان الله يرحمه؟ يقول له دائما أحطك مع العمد وانت ترجع للوتد. أحطك مع العمد ترجع ترجع للوتد. عارفه؟ ايه. طيب هسه بيت الشعر له عمدان. ايه العمد ايه، والوتد هو اللي بيدقوا فيه مثل المسمار. طبعا بعرفها. كبير الواسط للبيت، هذا عمود كبير وله له 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 أهمية. وانت بترجع للمربط اللي على جنب. كيف؟ ايه قصدي معنى يعني المثل، وانت بترجع للوتر يعني بطريقه انه بحطك بالصداره يعني بتحطها لك قد الوتر قد الوتر بطريقه انه انا بحطك بالصداره يعني. يلا اختم لنا بشعر يا أسيد محن اوكي. قصيده لا شاعر صديق الي هو صالح الهقيش يقول جيت انا يجوز بعيدا عن الامثال راح كل بيت لانه جب بالي. اها تفضل. يقول جيت احبك خفت كف الدرب تسرقني ظلالي، يا قصيده في كتاب العمر ما زلت احتريها وسلامتكم. أهلا وسهلا فيك يعني قلبنا انبسط.